يقول السائل: أنا شاب اعتمرت عن نفسي ثم ذهبت إلى المدينة، وعندما رجعت أحرمت من الميقات ونويت عمرة لزوجة عمي المتوفاة، علما بأن والداي ما زال أحياء وعمتي هذه لها أولاد، فهل هذه العمرة صحيحة؟ إن شاء الله صحيحة عن الميت، عمرة عن الميت صحيحة إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى. نعم.